قالت الذي باركنا حوله. شنو وجه البركة؟ مفسرين يقولون البركة نوعين، بركة معنوية وبركة مادية. البركة المعنوية هو مهد الأنبياء، مهد للأنبياء محل عبادة، من نبي الله إبراهيم عليه السلام من عهد تأشيشه من أيام الكنعانيين إلى يومك هذا، هو محل ولادات الأنبياء. بارك الله عز وجل بأن جعله بيئة للأنبياء. يا ترى ينبت النبيون فيه، فهو النور والهدى والصلاح، بصمات المسيح فوق تراه، وشدا من عبيره فواح، وبه من محمد قسمات يجتلي حسنى سنا لما. الواقع هو مبارك من ناحية كون مهد للأنبياء، ومبارك ماديا، الله عز وجل جعلها تربة خصبة وأغناها المنطقة هذه بخصبها بمائها بجنانها. نعم، فإذا الله عز وجل بارك فيه ماديا ومعنويا. الذي باركنا حوله. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com، المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.